في متجره المتواضع هذا الذي ورثه عن جده، يمضي ابن طرابلس جورج عليلو ساعات طويلة من نهاره بتصنيع خزف وأدوات منزلية من الفخار. فالحرفة التي كانت جزءا هاما من الثقافة اللبنانية، وعلى الرغم من تراجع شعبيتها، إلا أنها ما زالت تشكل شغفا كبيرا لدى هذا الرجل الخمسيني. خلقت بهالمصلحة يعتبر لأنه هي وراثة أبا عن جد. عم تتراجع صناعة الفخار، من 10 سنين مضت صارت عم بتخف يعني صناعة الفخار، لأنه ما بقى عم بتلاقي تصريف لها. هيدي الشغلة التراث، هيدي بدها من الفجر للنجر، من عبكرة لعشية، بدها ساعات طويلة ليتعلمها الإنسان. وعلى الرغم من حبه للمهنة، إلا أنه وجد صعوبة في تعليمها لأبنائه. ينتهي النهار ويبدأ الليل حكايته، ويبقى العم جورج في معمل الفخار يستعيد أمجاد الماضي.